مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل الحصري والمباشر على اذاعه ام اف ام لنصف نهائي كاس تونس اواسط يجمع مكارم المهديه بالبعث الرياضي بابن خيار. 45 ثانية منذ انطلاق اللقاء، لقاء باش يكون مشوق بين زوز مدارس كروية بين المكارم والبعث الرياضي بابن خيار. في نفس التوقيت يدور النصف النهائي الثاني، يجمع جمعية الحمامات بالنجمة الرياضية الساحلي. بسرعة نعطيك تشكيلة الفريقين. 99 وجدي خواجة، إبراهيم الباجي رقم 1، 12 يخرج الترياقي، 16 عبد الكريم الفقي، 5 ريان عطية، 9 أندري تكشيف، 97 جسر بن حسين، 96 ياسين بن سالم، 3 إسلام حقونة، 39 وليد بن سالم، 21 جهاد عبد السلام، 6 وليد بن سالم، 10 فادي عبد السلام، و 71 غازي عبيد. بالنسبة لتشكيلة البعث الرياضي بابن خيار نلقاو رقم 35 يوسف الشكيوي، 23 سالم ضياء، أنور عياد 8، محمد أمين زيد 77، 21 علاء الدين عمارة، 1 جاسر ياسر الصيادي، 19 جاسر الصيادي، 16 نادير زريار، 17 هادي لزيد، أكرم زياد 71، عزيز قاسم 11، 39 يوسف بوصرصار، و 73 محمد عزيز فروجة. يثير اللقاء ثنائي التحكيم نجم الدين الغدبان وأحمد الغدبان. بالنسبة للميقاتيين أو فؤاد صغرون ونسيم الجلاسي ويراقب المباراة فايز عبيد. نلعب في الدقيقة الثانية و 22 ثانية والأسبقين للبعث الرياضي بابن خيار. 9 أمتار لمكارم المهدية، في كل فريق يسعى للانتصار للمرور للدور النهائي. كما قلنا الزوز فرق من أعتى النوادي، نهائي قبل الأوان بين ابن خيار ومكارم المهدية. على كل ترجع الكرة، رمية 9 أمتار، كارت أصفر اللاعب رقم 8 أنور عياد من جانب البعث الرياضي بابن خيار. ترجع على كرة وليد بن سالم، ريان تركي، والكرة والهدف، الهدف 1-1. التعديل عن طريق الجناح رقم 99 وجدي خواجة يرفع الكرة بالحارس، لكن الحكم يقول الكرة تجاوزت الخط النهائي للمرمى ويتمكن من تعديل النتيجة. تعادل 1-1. الهجمة الآن للبعث الرياضي بابن خيار، اعتماد دفاع متقدم من جانب مكارم المهدية، كل من إسلام حقونة على مستوى الدائرة، وسبعة أمتار دخول في المنطقة من فادي عبد السلام، الكارت الأصفر في وجه وجدي خواجة، الحكم يحتسب دخول في المنطقة، سبعة أمتار وتنفيذ اللاعب رقم 21 علاء الدين عمارة، علاء الدين عمارة ويسجل الهدف الثاني، 2-1. الأسبقية للبعث الرياضي بابن خيار، هجمة مركزة لمكارم المهدية بقيادة ريان التركي، وليد بن سالم، أندري كلاعب دائرة، وليد بن سالم حاول الدخول، أندري يخرج من مناطقه، خطوات على مستوى 9 أمتار، وليد بن سالم يواصل العملية لكن الحكم يحتسب 9 أمتار، 9 أمتار دي مكارم المهدية. تتواصل الهجمة، إسلام حقونا فوق الجميع لكن الحكم يعود للخطأ، يحتسب 9 أمتار لمكارم المهدية. ترجع على كرة، أندري يبحث على وليد بن سالم، الحكم يرفع يده يعمل باللعب السلبي، والهدف، الهدف ممتاز عن طريق وليد بن سالم، الارتقاء من خارج التسعة أمتار ويضيف الهدف رقم 2، التعادل 2-2. والرد، الرد يأتي عن طريق اللاعب رقم 8 أنور عياد، بيغة الجميع من خارج التسعة أمتار، يتمكن من تسجيل الهدف رقم 3. ثلاثة مقابل 2، الأسبقية للبعث الرياضي بابن خيار.
يرسل الكرة للجناح لخير التمرير فادي بن سالم والحارس يتصدى للكرة أو فادي عبد السلام عفوا تسرع في الكرة الأخيرة هجمة التي البعض بني خيار وصل الكرة للجناح يطول الكرة وتمريرة خاطئة تمريرة خاطئة علاء الدين عمارة حط على كان تسرع في الكرة الأخيرة حب يمرر الجسر الصيادي لكن كورتو ما توصلش الجميل وتخرج تماس لي مكارم المهدية تبقى نتيجة على حالها 3-2 بعد مرور 6 دقائق و10 ثواني فرصة لتعديل النتيجة وليد بن سالم والتسعة أمتار أمتار لمكارم المهدية يحصل عليه وليد أو ريان ريان التركي يحصل على 7 أمتار وأول استبعاد في اللقاء في صفوف البعض الرياضي بابن خيار اللاعب رقم 35 يوسف الشتيوي كان دخل مع وليد بن سالم هالحكم يعلن على 7 أمتار واستبعاد بدقيقتين يمشي لتنفيذها الأخصائي وليد بن سالم فرصة لتعديل النتيجة ذكروكم نلعبوا في الدقيقة 7 وتقدم الحيني للبعث الرياضي بابن خيار والرد يأتي عن طريق وليد بن سالم أربعة مقابل 4 الآن البعث الرياضي بابن خيار باش يلعب منقوص عدديا المدرب يعتمد على لاعب مكان الحارس لتجاوز النقص العددي في صفوف الفريق فرصة لمكارم المهدية لأخذ الفارق واستغلال النقص العددي ترجع الهجمة البعث الرياضي بابن خيار فوق الجميع والحارس الحارس يتصدى إبراهيم البيجي ترجع الهجمة لمكارم المهدية ما يلزمش التسرع كل كرة بحسابها يلزم استغلال النقص العددي في صفوف البعث الرياضي بابن خيار ولما لا تعميق الفارق باش الملعبيه يبداو يلعبوا اريحيه كبيره ومرر للجناح وترجع الكره للبعث الرياضي بابن خيار لكن الحكم يحتسب دخول في المنطقه ما يلزمش التسرع ما يلزمش التسرع خاصه انه الفريق الان يلعب كل عناصره في المقابل للبعث الرياضي بابن خيار يلعب منقوص ما يلزمش التسرع لكن من الطف الله التمريره وليد رينا التركي يحاول تصويب من خارج 9 أمتار لكن الحكم يحتسب 9 أمتار للاعب مكارم المهدية ذكركم لكل ما التحق بنا الآن نلعب في دقيقة 8 ممتاز التمريرة على مستوى الدائرة ممتاز التمريرة وليد بن سالم قراءة جيدة للكرة الأخيرة كان زميله لعب الدائرة أندري تكشير طليق على مستوى الدائرة يمرر له جمالية كبيرة يرفع الكرة بالحارس ويعطي الأسبقية لمكارم المهدية أول أسبقية في اللقاء بعد مرور 9 دقائق لعب ترجع لنا الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار هيفتح الزاوية المستوى الجناح وكورته خارج الإطار علاء الدين عمارة افتح الزاوية لكن الامتياز للحارس إبراهيم البيجي اللي غلق الزاوية الأولى والكرة خارج الإطار ترجع الهجمة لمكارم المهدية وليد ريان التركي إسلام حقونة إسلام حقونة فادي عبد السلام يحاول الدخول كلاعب دائرة ثانية وليد بن سالم وتمريرته خاطئة تمريرة خاطئة تسرع أو ريان التركي تسرع في الكرة الأخيرة ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار ياخذ الكرة
يوسف شيبوب، لكن الدفاع ممتاز. مازالت الهجمه، محمد امين زيد يحاول التصويب والحارس، لكن الحكم يحتسب 9 امتار، 9 امتار للبعث الرياضي بابن خياط. تتلعب الكره محمد امين زيد، يمرر لضياء سالم، يوسف الشتيوي، يوسف الشتيوي، وسهل في دين الحارس، لكن الحكم يحتسب 9 امتار مره اخرى. انذار ضد اللاعب اسلام حقونه بعد المسك الاخير لضياء سالم. الحكم يحتسب 9 امتار. ترجع الكره، يحاول التصويب والحارس ممتاز، ممتاز الحارس ابراهيم البيجي في المكان المناسب، يفسخ الهدف الخامس. تبقى النتيجه على حالها 5-4. أسبقية لابناء المدرب محمد علي حاج مبارك، 11 دقيقة لعب في الشوط الأول، والتقدم الحيني لمكارم المهدية 5-4. ترجع الكرة، هجمة مركزة، وليد بن سالم، فادي عبد السلام، ولكن الكرة ترتطم بالعارضة، الكرة ترتطم بالعارضة. ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار. نذكركم نلعبوا في دقيقة 11 و21 ثانية، والنتيجة 5-4. الأسبقية لمكارم المهدية لكل ما التحق بنا الآن. مباراة دفاعية بالأساس كما قلنا منذ بداية نحن المباراة، كل فريق يطمح لارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء. كما قلنا المباراة تلعب على جزئيات بسيطة، زوز فرق يحملوا ترسانة من اللاعبين والتصدي من الحارس، لكن الحكم يحتسب 7 امتار دخول في المنطقة من لعب الدائرة. أندري تكشيف الحكم، كان الحارس تصدى في مرة أولى، لكن الحكم يحتسب رمية 7 امتار والتصدي ممتاز الحارس، لكن الرد يأتي عن طريق علاء الدين عمارة، نفس اللاعب اللي صوب 7 امتار. الامتياز لابراهيم البيجي في مرة أولى، لكن المتابعة من نفس اللاعب يرفع الكرة بالحارس ويتمكن من تعديل النتيجة 5-5 بعد مرور 12 دقيقة لعب و38 ثانية. ترجع الهجمة لمكارم المهدية بعد التوصيات من مدرب مكارم المهدية للمنسق ريان التركي ابن اللاعب السابق ومساعد مدرب مكارم المهدية هشام التركي. وليد بن سالم، وينجح وليد بن سالم رغم التصدي من الحارس، إلا أنه تمكن من تسجيل الهدف رقم 6. ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار على مستوى الجناح، والحكم يحتسب 9 امتار، 9 امتار للبعث الرياضي بابن خيار. ترجع الكرة للاعب من جيل يوسف الشتيوي، سالم ضياء سالم، حاول يلعب هجمة مركزة. ترجع الكرة، غير على مستوى الدفاع، 0-6 من جانب مكارم المهدية، مستوى الجناح يفتح الزاوية وكورته خارج الإطار، يفشل علاء الدين عمارة في تسجيل الكرة. الحكم أو المراقب فايز عبيد يوقف اللقاء. انذار ضد اللاعب رقم 96 ياسين بن سالم، ياسين بن سالم يتحصل على انذار، ربما كان احتج على قرار الحكم. المراقب فايز عبيد كان قريب، استدعى الحكم اللي رفع الكرت الاصفر. يوجد لاعب مكارم المهدية على كل باش ترجع الهجمة للمكارم، ونتيجة كما قاعدين شاهدوا أمامنا 6-5 مع 1 لمكارم المهدية بعد مرور 14 دقيقة لعب. فرصة لتعميق الفارق. محمد ريان التركي، أندري على مستوى الدائرة، الحارس يتصدى، بحط على الجمالية، لعب تمريرة خاطئة، غريبة العملية رغم أنه الحارس كان لمس الكرة بالساق اليمنى، لكن الحكم تغاضى على الكرة وخلى العملية تتواصل. ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، والهدف عن طريق محمد أمين زيد،
لخبطة على مستوى الدفاع في صفوف مكارم المهدية، هيتكلفهم الهدف السادس. كل كرة بحسابها، تضيع كور سهلة، تقبل أهداف على كل ترجع على الكرة. رمية تسعة أمتار كانت فرصة لمكارم المهدية لتسجيل الهدف رقم 7، لكن أندري كان طريق على مستوى الستة أمتار حتى للجمالية، حب يلعب ركولات لكن الحارس كان متفطن، يتصدى للكرة، ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، يأتي الرد السريع عن طريق لاعب محمد أمين زيد اللي يتمكن من تعديل النتيجة. وليد بن سالم، تسعة أمتار، تسعة أمتار لمكارم المهدية. حماس كبير هنا في قاعة رشيد خوجة بين زوز مدارس كروية، والاستبعاد دقيقي، بالفعل استبعاد دقيقي يتحصل عليه اللاعب رقم 8 أنور عيات بعد التدخل الأخير على وليد بن سالم. وليد بن سالم حاول يراوغ باللاعب اللي دخل على مستوى الرقبة، الحكم كان قريب يعلن على استبعاد دقيقتين. ترجع على كورة وليد بن سالم والهدف، الهدف رقم 7، 7-6 الأسبقية لمكارم المهدية. وليد بن سالم اختار الحل الفردي في الكورة الأخيرة، هو يتمكن من تسجيل الهدف رقم 7. نفس الطريقة يعتمدها مدرب بن خيار، إخراج الحارس وإدخال لاعب مكانه، خاصة أنه في صفوف الفريق استبعاد بدقيقتين. ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، تغيير على مستوى الدفاع 5-1. يوسف شيبو وكورتو، كرة في التسعين ويتسرع لأندري، أندري يتسرع في الكرة الأخيرة رغم النقص العددي، فإنه البعث الرياضي بابن خيار قاعد يستغل في كل الكرات، هفوات من لاعبي مكارم المهدية. قلنا منذ البداية ما يلزمش التسرع، كل كرة بحسابها، خاصة أنه فريق منقوص عددية. ترجع على كرة البعث الرياضي بابن خيار، تمريرة خاطئة، إبراهيم الباجي، وليد بن سالم يختار مبدأ الثرير، يحاول كسب كل الكرات. وليد بن سالم يلعب برشا ذكاء، على كل ترجع هجمة مركزة، 29 ثانية اللي يكتمل العدد. وليد بن سالم وتسعة أمتار، تسعة أمتار لمكارم المهدية. ترجع على كرة ومرر الكرة على مستوى الجناح، إسلام حقونة، إسلام حقونة ودخول بقوة ضد أندري، عكس الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، لكن الكرة ترجع لمكارم المهدية. ترجع الكرة وتسعة أمتار، عكس الهجمة من مكارم المهدية. للأمانة زوز فرق الآن دخلوا في التسرع وقاعدين يخسروا في عديد الكرات. على قول ترجع الكرة، ريان التركي، وليد بن سالم يوصل للجناح، ياخذ الكرة وتسعة أمتار، تسعة أمتار لمكارم المهدية. وجدي خواجة حاول الدخول من زاوية مغلقة، لكن الحكم يحتسب تسعة أمتار. مكارم المهدية لم ينتفع من النقص العددي في صفوف البعث الرياضي بابن خيار. اسلام حقونا، اسلام حقونا وتسعة أمتار مرة أخرى، غياب الحلول على مستوى الهجوم. تسعة أمتار لمكارم المهدية، ترجع على الكرة، اسلام حقونا يرجع يلعب الكرة على مستوى الجناح، وغريبة، غريبة الكرة من فادي عبد السلام، كان فتح الزاوية لكن كورتو خرج الإطار. ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار بعد مرور 18 دقيقة لعب و30 ثانية، التعادل عادل هنا في قاعة رشيد خوجة بالمهدية، 7-7 بين الفريقين. ترجع الهجمة، مدرب البعث الرياضي بابن خيار الآن قاعد يهاجم، زوز لاعبي دايرة لإيجاد الحلول خاصة على مستوى الهجوم. ترجع على الكرة، جاسر الصيادي، كورتو خرج الإطار، ترجع على الكرة، المرمى كان شاغر لكن ريان التركي كان عنده رأي آخر، وتسعة أمتار، تسعة أمتار لمكارم المهدية. فايز عبيد مرة أخرى يوقف اللقاء، الحكم
فايز عبيد المراقب يستدعي الحكم ربما يمشي يرفع كارت اصفر في وجه مرافق الفريق او المدرب. المدرب محمد علي حاج مبارك يتحصل على كارت اصفر، يلزم التركيز، يلزم المدرب يبقى مركز، الملاعبيه كذلك على بنك البدلاء يلزم يبقوا مركزين. زال برشا لعب 19 دقيقه لعب مروا من الشوط الاول، وتعادل 7-7. والهجمه لمكارم المهديه، ريان التركي يمرر للجناح فادي عبد السلام ويسجل، ينجح المره هذه زياده فادي عبد السلام في تسجيل الهدف رقم 8. شقيق كل من فهمي عبد السلام وزياد عبد السلام اللي ينشطوا في فرع كرة القدم عائلة كروية. ترجع الهجمة الآن للبعث الرياضي بابن خيار، والنتيجة 8-7. الأسبقية لمكارم المهدية، ترجع الكرة دائما وأبدا الاعتماد على زوز لاعبي دايرة، الحكم يحتسب 9 أمتار. كما قلنا مدرب بعث ابن خيار قاعد يبحث على الحلول خاصة على مستوى الهجوم، يجرب في كل الحلول. الآن الاعتماد على زوز لاعبي دايرة باش الدفاع يبقى على 6 أمتار. على كل ترجع الكرة فوق الجميع والهدف، الهدف رقم 8-8. يلزم استفاقة على مستوى الحراسة خاصة من جانب مكارم المهدية، كور من خارج 9 أمتار، كور سهلة قاعدة تتسجل، يلزم استفاقة من الحارس إبراهيم الباجي. نذكركم أن نلعب في دقيقة 20 و30 ثانية، والتعادل 8-8. إسلام حقونا والاستبعاد دقيقي، الحكم متفطن لكل كبيرة وصغيرة هنا في القاعة. استبعاد دقيقين ضد لاعب ضياء سالم كان مسك لاعب الدائرة من قميصه، الحكم متفطن يوقف اللقاء. استبعاد دقيقتين في صفوف البعث الرياضي بابن خيار، لان الهجمه لمكارم المهديه كما قلنا فرصه لاخذ الفارق. اندري على مستوى الدائره والحارس، الحارس يتصدى، ثاني كره يخفق في تسجيل لاعب الدائره. اندري كان طريق على مستوى الدائره يفشل في تسجيل الكره، الامتياز للحارس ياسر الصيادي يتصدى للكره رغم النقص العددي. كما قلنا هذه قيمة الحراس اللي باش يعملوا الفارق في المباراة، يتصدى للكرة رغم النقص العددي ويخلي النتيجة متعادلة 8-8. خرج على الهجمة اسلام حقونا يخرج على مستوى 9 أمتار، الكرة خارج الإطار، الكرة خارج الإطار، ترجع الهجمة لمكارم المهدية. وليد بن سالم، عريان تركي، اسلام حقونا، فادي عبد السلام يفتح الزاوية ويسجل، سجل فادي عبد السلام الهدف رقم 9-8. الأسبقية تعود مرة أخرى لمكارم المهدية، ربما المدرب محمد علي حاج مبارك الآن باش يلعب ورقة لعب الدائرة. سيف المصري وقت مستقطع يقلب مدرب البعث الرياضي بابن خيار قبل 8 دقائق من نهاية المباراة، والنتيجة 9-8. كما قاعدين نشاهدوا أمامنا الأسبقية لمكارم المهدية بعد التوصيات من المدرب البعث الرياضي بابن خيار، كذلك توصيات من مدرب مكارم المهدية محمد علي حاج مبارك. يلزم التركيز، كل كرة بحسابها، ما يلزمش التسرع خاصة على مستوى الهجوم، يلزم اللاعبين يبقوا مركزين، كل كرة بحسابها، والفريق اللي باش يرتكب أقل عدد ممكن من الهفوات هو اللي باش ينتصر في اللقاء. على كل 17 ثانية وينتهي الوقت المستقطع الأول اللي طلبه مدرب البعث الرياضي بابن خيار، خاصة بعد ما أصبح متأخر في النتيجة، كيف سيتعامل مع النقص العددي. ترجع الكرة للعب من جديد، المباراة توقفت، رمية 9 أمتار، رمية 9 أمتار للبعث الرياضي بابن خيار. ترجع الكرة للعب من جديد، 36 ثانية ويكتمل العدد في صفوف البعث الرياضي بابن خيار، لكن
المدرب يعتمد نفس الطريقة، إخراج الحارس ودخول اللاعب على كل، ترجع على كرة للعب من جديد يوسف الشكيوي، أكرم زياد أكرم، صعوباتها على مستوى الهجوم تلقى فيه لاعبية بن خيار أمام إصرار من لاعبية مكارم المهدية في قطع الكرة، استبعاد دقيقي، استبعاد خلينا نقولوا مجاني ضد اللاعب اسلام حقونا اللي ما احترمش الامطار القانونيه، الحكم يوجه له استبعاد بدقيقتين. مكارم المهدية الان مش يلعب منقوص عدديا، ترجع على هجمه للبعث الرياضي بابن خيار، اكرم زياد يمر على مستوى الدائره ولا رميه السبع امتار، واستبعاد اخر، استبعاد ضد اللاعب فادي عبد السلام، ثاني استبعاد على ثوالي في صفوف مكارم المهديه، باش يلعب الان باربعه لاعبيه رميه سبع امتار، يمشي لتنفيذ نفس اللعب على الدين عماره، تغيير على مستوى الحراسه، دخول فرج الترياقي رقم 12 مكان ابراهيم الباجي لمن ستؤول الكلمه، علاء الدين عمارة في حوار مع فرج الترياقي. علاء الدين عمارة والتصدي، التصدي ممتاز، التصدي ممتاز، كوتشينج ناجح يقوم به المدرب محمد علي حاج مبارك على مستوى الحراسة، تغيير في وقت ممتاز يخلي زملائه متقدمين في النتيجة 9-8. الهجمة الآن لمكارم المهدية بعد مرور 23 دقيقة و17 ثانية، محاصرة من تومان على اللاعب وليد بن سالم، أندري البحث على وليد بن سالم، جهاد عبد السلام والهدف، الهدف عن طريق ريان التركي، يلعب الكرة بسرعة والرد يأتي سريعا عن طريق اللاعب رقم 23 سالم ضياء، كان استغل خروج الحارس يسجل الهدف رقم 9، الرد يأتي بسرعة، الهجمة الآن ترجع لمكارم المهدية، ياسين بن سالم ياخذ مكان الحارس، 10-9 قبل 6 دقائق على نهاية الشوط الأول، أندري تكشيف يخرج للهجوم، ياسين بن سالم فوق الجميع ويسجل، يسجل ياسين بن سالم الهدف رقم 11-9، ممتاز الارتقاء، كان من خارج التسعة امتار، ياسين بن سالم لعب الصاغر اللي تم الاستنجاد به في مباراة الاواسط، يتمكن من التسجيل، تمريرة على مستوى الجناح والهدف، الهدف رقم 10-11، كان بالامكان انه الحكم يحتسب دخول بقوه، لكن للحكم راي اخر، احتسب شرعيه الهدف، تبقى نتيجه 11-10، الان يكتمل العدد في صفوف مكارم المهديه اللي للامانه رغم النقص العددي فانه استغل كل الكرات، ولا كره خارجه ليطار، وجدي خواجه حط على الجماليه في الكره هذه، والكرة خارج الإطار من اللاعب ابن خيار، الكرة كانت خارج الإطار، وليد بن سالم كما قلنا الزوز فرق دخلوا في التسرع، إهدار الفرص من الجانبين، إقحام الآن سيف المصري على مستوى الهجوم، كذلك جاسر بن حسين، زوز تغييرات يقوم بهم المدرب محمد علي حاج مبارك في نفس التوقيت، جاسر بن حسين وكورته خارج الإطار، ياسين بن سالم المرة هذه يخفق في تسجيل الهدف رقم 12، ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، والرد يأتي عن طريق يوسف الشتيوي، يوسف الشتيوي يتمكن من تعديل النتيجة 11-11 بعد مرور 26 دقيقة لعب وخمسة ثواني، التعادل من جديد، تغيير على مستوى الحراسة، إقحام فرج الترياقي، مكان إبراهيم الباجي، جاسر بن حسين يلعب ياسين بن سالم،
ياسين بن سالم ويسجل. ممتاز الكرة، ياسين بن سالم يختار الحل الفردي المرة هذه، ينجح في تسجيل الهدف رقم 12. إيصال فنية عالية للاعب بن سالم والهدف. الهدف رقم 12. الإشكال الآن خاصة على مستوى الحراسة، بن سالم مشي بالكرة عكس الهجمة للبعض الرياضي بابن خيار، والحارس الحارس خرج الترياقي في الوقت المناسب يتصدى للكرة، تبقى النتيجة على حالها. يلزم الآن استفاق على مستوى الحراسة في ظروف مكان المهدي، وبالفعل وقت مستقطع يطلب المدرب محمد علي حاج مبارك. قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول كما قاعدين نشاهد أمامنا التعادل 12-12، وقت مستقطع يطلب المدرب محمد علي حاج مبارك لتعديل بعض الأوتار، خاصة أنهم لاعبين تدخلوا في التسرع، قاعدين يخسروا في برشا كرات على مستوى الهجوم. كذلك نفس التوصيات يقوم بها المدرب البعث الرياضي بابن خياري اللي حاول إنهاء الشوط الأول متقدم على كل 3 دقائق. نتابعوه مع بعضنا هنا في قاعة رشيد خوجة، نصف نهائي تقوي بين زوز مدارس كل من مكارم المهدية والبعث الرياضي بابن خيار. كما قلنا نهائي قبل الأوان، والفريق اللي باش يفوز اليوم باش يخطو خطوة كبيرة نحو التتويج باللقب. وفي نفس التوقيت نصف النهائي الثاني يجمع النجم الساحلي بجمعية الحمامات. على كل الكرة باش ترجع للعب من جديد، الكرة في حوزة مكارم المهدية في انتظار صفيرة الحكم. 27 دقيقة لعب وزوز ثواني وتعادل 12-12. نصف نهائي لحد الآن أوفى بوعوده من ناحية الفرجة والتشويق والإثارة كما قاعدين نشاهدوا، خير دليل النتيجة التعادل. على كل ترجع الهجمة، ياسين بن سالم، جاسر بن حسين يبحث على أولى أهدافه في اللقاء وكورته خارج الإطار، لكن الحكم يحتسب 9 أمتار. يلزم يسجل اللاعب جاسر بن حسين باش ياخذ الثقة في روحه. على كل وليد بن سالم، جاسر بن حسين على التبات، بالفعل بالفعل يسجل جاسر بن حسين اللاعب الهدف رقم 13. 13-12. أرجع على الكرة، يقطع الكرة وليد بن سالم عكس الهجمة، إسلام حقونا وجه لوجه، إسلام حقونا ويسجل، يسجل الهدف رقم 14 يستغل الخطأ على مستوى الهجوم. ياسين بن سالم يمرر لزميله اللي كان وجه لوجه، ويتمكن إسلام حقونا من تعميق الفارق 14-12. ترجع على كرة للعب من جديد، هجمة للبعث الرياضي بن خيار، البحث على لاعب الدائرة والتصدي، الحكم يحتسب 7 أمتار. غريب القرار للأمانة، كان اللاعب توجه بتصويب على مستوى الوجه، الحكم كان منح الأسبقية. الامتياز للحارس فرج الترياقي، لكن الحكم عنده رأي آخر، يحتسب 7 أمتار للبعث الرياضي بابن خيار. دقيقة و42 ثانية على نهاية الشوط الأول، والأسبقية لمكارم المهدية. كانت صد فرشة ترياقي للـ7 أمتار الأولى، هل ينجح في التصدي للـ7 أمتار الثانية؟ يوسف الأشتيوي، يوسف الأشتيوي في تنفيذ الـ7 أمتار. الحكم قاعد ينبه على لاعبي مكارم المهدية بالاحترام الأمتار القانونية. والكرة الهدف رقم 13، كان رفع الكرة بالحارس 14-13. الهجمة لمكارم المهدية، جسر بن حسين، ياسين بن سالم، ياسين بن سالم وسهلة في دين الحارس عكس الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، وجه لوجه مع الحارس والتعادل. التعادل 14-14. يلعب الكرة بسرعة، اسلام حقونا، اسلام حقونا، واستبعاد بالدقيقتين، استبعاد بالدقيقتين للاعب رقم 23 هي سالم اللي كان تدخل في الكرة الأخيرة، حب يتسرع لاعب ياسين بن سالم، لكن الحكم يحتسب 9 أمتار واستبعاد بالدقيقتين.
14-14 قبل 50 ثانية من نهاية الشوط الأول. ياسين بن سالم، جاسر بن حسين. ياسين بن سالم يحاول كسب الوقت خاصة على مستوى الهجوم. وليد بن سالم يمرر الشقيق وياسين بن سالم. وليد بن سالم، اسلام حقون، والحارس، الحارس يتصدى، الحارس يتصدى. تبقى النتيجة على حالها 14-14 قبل 20 ثانية من نهاية الشوط الأول، رغم النقص العددي فإنه الحارس مرة أخرى يتصدى للكرة ويخلي النتيجة متعادلة. ترجع الهجمة البعثة للرياضي بابن خيار، والهدف، الهدف رقم، الهدف نهاية الشوط الأول بتقدم البعثة الرياضي بابن خيار على حساب مكارم المهدية في نصف، في نصف نهائي كأس تونس أواسط. كما قاعدين نشاهدوا أمامنا مباراة للأمانة أوفت بوعود. الشوط أول كان ممتاز على مستوى الأداء من الفريقين. نهائي قبل الأوان بين أعرق المدارس الكروية في تونس بين مكارم المهدية والبعثة الرياضي بابن خيار. كما قاعدين نشاهدوا أمامنا 15-14 نهاية الشوط الأول بتقدم الضيوف البعثة الرياضي بابن خيار. أنا عودة إن شاء الله للوصف والتعليق على الشوط الثاني، كونوا معنا. Thank you.
مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في نقل لفعاليه الشوط الثاني بين مكارم المهديه والبعث الرياضي بابن خيار، مباراه تندرج ضمن الدور النصف النهائي لكاس تونس اواسط. ترجع الكره والهدف، الهدف رقم 15، اول اهداف الشوط الثاني عن طريق لاعب اسلام حقونا اللي يتمكن من تعديل النتيجه واستغلال النقص العددي في صفوف الاتحاد الرياضي بابن خيار. نذكركم انه الشوط الاول كان انتهى لصالح البعث الرياضي بابن خيار بنتيجه 15-14، لكن سرعان ما ياتي الرد عن طريق اسلام حقونا اللي استغل النقص العددي وتمكن من تعديل النتيجه. ترجع الهجمه، الاتحاد الرياضي بابن خيار فوق الجميع والدفاع يتصدى، الدفاع يتصدى، كان الارتقاء من يوسف الشتيوي، حب يسدد من خارج التسعة امتار، لكن الامتياز للدفاع خرج الكرة، تماس للبعث الرياضي بابن خيار. ترجع الهجمة، يوسف الشتيوي، يوسف الشتيوي مرر لزميله محمد امين الزيد، محمد امين الزيد والحارس، الحارس يسبق الكرة، ابراهيم البيجي اللي كان يبدي بها المدرب محمد علي حاج مبارك في الشوط الاول، وكان اعطاه قسط من الراحه في الثمانيه دقائق الاخيره لخديمة كان خرج الطريقي، لكن الان يعول على خدمات نفس الحارس ابراهيم البيجي اللي تصدى للكره، قراءه ممتازه للهجمه الاخيره. ترجع الكره لمكارم المهديه، اسلام حقونا يمرر للجناح ياسين بن سالم، اسلام حقونا، اسلام حقونا يمر لياسين بن سالم من زاويه مغلقه والحارس، الحارس يتصدى، يتصدى للكره، اسلام حقونا كان مرر لزميله ياسين بن سالم لكن يفشل في تسجيل الكره، والكره تضيع من جانب البعث الرياضي بابن خيار. تعدد الهفوات من الجانبين. ترجع الكره لمكارم المهديه، وليد بن سالم، اسلام حقونا، اسلام حقونا يحاول المرور والحكم يحتسب 9 امتار. ترجع الهجمه، ياسين بن سالم، ياسين بن سالم فوق الجميع وكورته على العارضه، ترجع امام لاعب الدائره والحارس يتصدى. مرة أخرى دخول في المنطقة، دخول في المنطقة من جانب لعب الدائرة أندري التكشيف. ترجع الهجمة الآن للبعث الرياضي بابن خيار، ثلاثة دقائق مروا في الشوط الأول، هدف وحيد تسجل، فترة فراغ قاعدين يمروا به الزوز فرق، والتسعة أمتار واستبعاد، استبعاد ضد اللاعب اسلام حقون، الاستبعاد الثاني ليه، حذاري من الاستبعاد الثالث يعني الكارت الاحمر. الان المكارم مش يلعب منقوص عدديا. ترجع الهجمه للبعث الرياضي بابن خيار، محمد امين زيد، يوسف الشتيوي وتصدي من الدفاع، الدفاع يتصدى للكره، ترجع للبعث الرياضي بابن خيار، الهجمه تتواصل للبعث الرياضي بابن خيار، محمد امين زيد يمرر مباشرة للجناح يفتح الزاوية يسجل الهدف رقم 19 جاسر الصيادي، بسهولة يرفع الكرة بالحارس ابراهيم البيجي، سجل الهدف رقم 16، اسبقية للبعث الرياضي بابن خيار 16-15، أول هدف يتمكنوا من تسجيله بعد مرور تقريبا 4 دقائق في الشوط الثاني. جاسر بن حسين، ياسر بن حسين والحكم يحتسب 9 امتار، الحكم يقول مشي بالكره ضد لاعب ياسر بن حسين، لكن يرجع للخطا. ترجع الهجمه لمكارم المهديه اللي يلعب منقوص عدديا، ريان التركي، ريان التركي مرر اندري على مستوى الدائره وقويه من اندري تكشير، يتمكن من تعديل النتيجه رغم النقص العددي، قراءة ممتازة من وليد بن سالم، تمريرة مليمترية، ترجع الكرة للبعث الرياضي بابن خيار، ترجع الكرة للبعث الرياضي بابن خيار، هجمة مركزة 32 ثانية ليكتمل العدد، تسلسل على مستوى الكرة، لكن الكرة تخرج خارج الميدان، مش
ترجع الهجمة لمكارم المهدية بعد مرور خمس دقائق. لا ترجع الكرة لمستوى الدائرة وتمريرة خاطئة، تمريرة خاطئة باش ترجع الكرة للبعث الرياضي بابن خيار. يلزم التركيز في الشوط الثاني، زوز فرق قاعدين يخسروا في عديد الهجمات وقاعدين يتسرعوا، هذاك علاش زوز اهداف تسجلوا في الشوط الثاني. ريان التركي لكن يدخل للمنطقة، ترجع الكرة خطأ للبعث الرياضي بابن خيار. يلعب الكرة محمد أمين زيد، محاصرة على كل من اللاعب يوسف الشتيوي. محمد أمين زيد والهدف، الهدف رقم 17، تصويبة قوية من الظهير اليساري يتمكن من مغالطة الحارس إبراهيم الباجي، يسجل الهدف رقم 17. محاصرة على اللاعب وليد بن سالم من علاء الدين عمارة، والرد يأتي ممتاز، ممتاز الرد يأتي عن طريق جسر بن حسين. الحكم يطلب بإعادة الكرة لمكانها، التعادل عادل 17 مقابل 17 بين المكارم والبعث الرياضي بابن خيار. ترجع الكرة قام اللاعب رقم 71 أكرم زياد دفاع متقدم على مستوى الكاس عمتار، والدفاع يتصدق، الدفاع يتصدق. محمد أمين زيد له يتسرع يحاول التصويب، يحاول الاستغلال والهدف، الهدف ممتاز عن طريق ضياء سالم. يلعب الكرة بسرعة ياسين بن سالم، ياسين بن سالم يمرر الكرة خاطئة لكن دفاع في المنطقة. الحكم يحتسب 9 أمتار، 18 مقابل 17. ياسين بن سالم التحام بين وليد ريان التركي واللاعب رقم 21 علاء الدين عمارة. ياسين بن سالم يحاول المرور، الحكم يمنح الأسبقية. جاسر بن حسين يفتح الزاوية وكورته خارج الإطار، الكورة كانت خارج الإطار من جاسر بن حسين، كان طليق على مستوى 7 أمتار فتحها للزاوية، لكن يخفق في تسجيل الهدف رقم 18. تبقى الأسبقية للبعث الرياضي بابن خيار. هجمة أخرى مركزة، محمد أمين زيد، يوسف الشتيوي، والدفاع يتصدى، ممتاز ياسر بن حسين، تصعيد الكرة، رأينا التركي والتصدي، التصدي ممتاز من الحارس، الامتياز للحارس ياسر الصيادي. قاعد يقدم في مباراة كبيرة للأمانة على مستوى الحراسة، والهدف الرد يأتي ممتاز عن طريق لاعب رقم 21 علاء الدين عمارة. استبعاد بالدقيقتين، الاندفاع البدني بين الملاعبية، بالفعل استبعاد بالدقيقتين ضد اللاعب رقم 19 ياسر الصيادي في التدخل الأخير على ياسين بن سالم. كما قلنا انه الحارس ياسر الصيادي قاعد يقدم في مباراه كبيره، مباراه بطوليه، قاعد يتصدى العديد الكرات، ذاك علاش نشوفوا الفارق 19-17 والهدف، الهدف عن طريق اسلام حقونه يقلص الفارق، اسلام حقونه يتمكن من تقليص الفارق 19 مقابل 18. الهجمة الآن للبعث الرياضي بابن خيار،
دائما وابدا نفس الطريقه. تغيير الحارس ودخول لاعب. دقيقه و23 ثانيه ليكتمل العدد في صفوف البعث الرياضي بابن خيار. ارجع الكره اكرم زياد. اكرم زياد ولا الكره خارج الاطار. غريب الكره من جيسر بن حسين يقطع الكره. تسرع جيسر بن حسين حب يباغت. الكره للامانه كانت مباغته من جيسر بن حسين لكن الحظ كان مع الحارس ياسين او ياسر الصيادي. كورته خارج الاطار تبقى النتيجه على حالها وتعود الهجمه لبني خيار والكره خارج الاطار مره اخرى. تصعيد الكره بسرعه وليد ياسين بن سالم. ياسين بن سالم يبحث على الحلول. تمرير خط وعدم الانسجام بين ريان التركي واسلام حقون. يخلي الفريق يخسر الكره وترجع هجمه مره اخرى للبعث الرياضي بابن خيار. ترجع الكره للبعث الرياضي بابن خيار. 10 دقائق و50 ثانيه والنتيجه 19 مقابل 18. رغم النقص العددي كان البعث الرياضي بابن خيار يحاول يربح الهجمات ويربح عدد اكثر عدد ممكن من الكرات. تلعب ترجع الكره هجمه لمكان المهدي. تصعيد الكره بسرعه وليد بن سالم يمر الشقيق وياسين بن سالم. النتيجه 19 مقابل 18 و9 امتار. أندري يفتح على الزاويه والحارس يتصدى في مره اولى. ترجع الكره جيسر بن حسين يختار الثريه. جيسر بن حسين وليد بن سالم فوق الجميع في التسعين. في التسعين الكره من وليد بن سالم ارتقاء وكان ممتاز من خارج التسعة امتار. غلط الحارس اللي قاعد يشتكي من بعض الاوجاع. ربما مدرب بن خيار باش يغير الحارس. ترجع الهجمه الان للبعث الرياضي بابن خيار والتعادل 19 مقابل 19. الفارق للامانه ما ارتفعش. دائما كوره بكوره هجمه بهجمه. ترجع الهجمه لابن خيار. محمد امين زيد يحاول التصوير. يوسف الشتيوي على مستوى الدائره وتسعة امتار. صلابه كبيره على مستوى الدفاع منذ دخول جسر بن حسين. على مستوى الدفاع شهدنا نقلة نوعية في دفاع مكارم المهدية. على كل الحكم يوقف المباراة لمسح أرضية القاعة. نعرفوا الأرضية وقت اللي تكون مبللة تشكل خطر كبير على سلامة اللاعبين. هذاك علاش الثنائي نجم الدين الغضبان وأحمد الغضبان يوقفوا المباراة لمسح الأرضية. على كل الكرة اللي تلعب ترجع للعب من جديد بعد مرور 12 دقيقة لعب و36 ثانية. النتيجة 19 مقابل 19 هجمة للبعث الرياضي بابن خيار. يمر الكرة على مستوى الجناح ويسجل. يسجل الهدف رقم 20. كانت حركة جميلة من جسر الصيادي بمعصم اليد. غلط الحارس ابراهيم البيجي يضع الكره في القائم الاول ويسجل الهدف رقم 20. 20 مقابل 19 هجمه لمكارم المهديه. بن سالم وجه لوجه والهدف. الهدف رقم 20 دخول اللاعب رقم 71 غازي عبيد. والرد ياتي سريعا. الرد ياتي سريعا من البعث الرياضي بابن خيار. تبقى النتيجه على حالها 21 20. بن سالم والحكم ماذا يقول؟ الحكم يمنح الاسبقيه. ترجع الهجمه للبعث الرياضي بابن خيار ومشي بالكوره. مشي بالكوره. تسرع اللاعب في الكوره الاخيره. الحكم ان شاء الله المباراة ما تخرجش على اطارها.
شاء الله تكون الصافرة عادلة هنا في قاعة رشيد خوجة، عفوا قيمة الرهين بين الزوز مدارس. ياسين بن سالم، بن سالم على الثبات وينجح، ينجح وليد أو ياسين بن سالم في تعديل النتيجة وقت اللي يغيب الحلول. ياسين بن سالم ياخو على عاتقه ويسدد من خارج التسعة أمتار، يحاول استغلال التراجع على مستوى الدفاع، يغلق الحارس بمعصم اليد، يضع الكرة في القائمة الثانية ويسجل هدف رقم 21، 21 مقابل 21 بعد مرور 14 دقيقة لعب و21 ثانية. كما قاعدين نسمع جانب من الجماهير اللي حاضرة هنا تساند الفريق، على كل ترجع الكرة للعب من جديد يوسف الشتيوي، يحاول التصويب خارج التسعة أمتار. يوسف الشتيوي يمر لزميله محمد أمين الزيد، وتسعة أمتار، تسعة أمتار يتحصل عليهم لاعب بني خيار محمد أمين الزيد. أرجع على الكرة للعب من جديد يوسف الشتيوي، يوسف الشتيوي والهدف ممتاز. اللاعب رقم علاء الدين عمارة، خاصيات فنية كبيرة من اللاعب علاء الدين عمارة، يدخل على مستوى التسعة أمتار، يعمل الديبار من الجناح ويتمكن من تسجيل الهدف رقم 21، 22 مقابل 21. استبعاد بالدقيقتين ضد اللاعب رقم 8 انور عياد بعد التدخل الاخير على غازي عبيد. ممتاز اللقطه الاخيره من غازي عبيد، يربح سبعة امتار والدقيقتين. وليد بن سالم يمشي لتنفيذ السبعة امتار، وليد بن سالم وجه لوجه مع الحارس ياسر الصيادي. وليد بن سالم وينجح، ينجح وليد بن سالم في تعديل النتيجة. الآن تغيير على مستوى الحراسة، إقحام عبد الكريم الفقي، عبد الكريم الفقي تغيير، دخول عبد الكريم الفقي على مستوى الحراسة مكان إبراهيم البيجي. ترجع لنا الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، علاء الدين عمارة دائما وابدا وراء كل هجمة، لعبي يحدق التصويب من بعيد والهدف، والهدف عن طريق اللاعب جيسر الصيادي الأجنحة للأمانة في البعض الرياضي بابن خيار، قاعدين يقدموا في إضافة كبيرة. ترجع الهجمة لمكارم المهدية، نقص عددي في صفوف البعض الرياضي بابن خيار. ياسين بن سالم، بن سالم ياسين ويسجل العادل 23-23. ترجع الكرة هجمة للبعث الرياضي بابن خيار مع حمد أمين زيد، تقاطعات على مستوى التسعة أمتار. يوسف الشتيوي، يوسف الشتيوي كورته خارج الإطار، لكن الحكم يعود للمخالفة يحتسب تسعة أمتار، تسعة أمتار. يوسف الشتيوي والدفاع، يلزم الآن استفاق على مستوى الحراس، يلزم استفاق على مستوى الحراس الآن. 17 دقيقة لعب في الشوط الثاني، 13 دقيقة تفصلنا على نهاية المباراة والتعادل 23-23، والحكم يحتسب تسعة أمتار مسبوقة بمشي بالكرة. الحكم يعود للخطأ ويمنح تسعة أمتار للبعث الرياضي بابن خيار. ترجع على الكرة للعب من جديد، الحكم يرفع يده يعمل باللعب السلبي، يلزم التصويب. محمد أمين زيد
يمرر لزميله على مستوى الجناح يفتح الزاوية ويسجل. يسجل علاء الدين عمارة الهدف رقم 24 24 23 تقريبا قاعد ينجح في كل الكرات علاء الدين عمارة، خاصة على مستوى الجناح نجاعة كبيرة على مستوى الأجنحة للبعث الرياضي بابن خيار. الحكم ما يحتسب شيء، يخلي الكرة للبعث الرياضي بابن خيار. نرفزة كبيرة من ياسين بن سالم اللي كان طالب بخطأ، لكن الحكم يحتسب تدخل شرعي وتبقى الهجمة. الكرة هجمة للبعث الرياضي بابن خيار فوق الجميع والهدف. الهدف رقم 25 25 23 الأسبقية للبعث الرياضي بابن خيار مع 2 قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة. تغيير على مستوى الدفاع، محاصر لكل من وليد بن سالم، ياسين بن سالم مضيع على مستوى الدائرة والحارس. الحارس يتصدى للكرة، قلنا منذ البداية الحراسة باش تكون عندها دور كبير، قيمة الحراس على عكس حارس مكارم المهدية اللي ما تصدى حتى كرة منذ دخوله. هذاك علاش المدرب محمد علي حاج مبارك يعيد إقحام إبراهيم الباجي. أرجع على الكرة للبعث الرياضي بابن خيار، يوسف الشتيوي يمرر للجناح علاء الدين عمارة، يلعب الكرة لزميله والهدف. الهدف رقم 26 26 23 تقريبا لازم وقت مستقطع يطلبه المدرب، وبالفعل وقت مستقطع يطلبه المدرب محمد علي حاج مبارك من 10 دقائق من نهاية المباراة بعد ما أصبح متأخر في النتيجة 26 23. مردود ممتاز يقدم فيه ياسر الصيادي على مستوى الحراسة تقريبا اللي أعطى إضافة كبيرة للفريق، عاد يتصدى العديد الكرات، كذلك النجاعة على مستوى الأجنحة. وقت مستقطع لين يطلب المدرب محمد علي حاج مبارك بعد ما أصبح متأخر في النتيجة 3 نقاط فارق، يحاول تهدية الملعبية والتركيز على فيما تبقى من اللقاء. 10 دقائق باش تكون حاسمة في نصف نهائي الأصاغر أو الأواسط عفوا، نصف نهائي مشوق. ترجع الكرة الآن قبل 10 دقائق من نهاية المباراة والأسبقية للبعث الرياضي بابن خيار 23 مقابل 26 مع 3 للضيوف. تغيير على مستوى الدفاع، محاصرة على 9 أمتار، كذلك محاصرة لصيقة لوليد بن سالم، جيسر بن حسين ويسجل جيسر بن حسين. الكرة رقم 24 مقابل 26 مع 2 يلزم الآن استيمات على مستوى الدفاع، إقحام وجدي خواجة. ذكركم بالنتيجة، نلعب في الدقيقة 20:40 والنتيجة 26 مقابل 24. التقدم للبعث الرياضي بابن خيار، ياخذ الكرة على يدين عمارة، يحاول المباغتة، يرجع لزميله فوق الجميع والحارس. الحارس إبراهيم الباجي يسبق الكرة ويتصدى، ترجع الهجمة لمكارم المهدية.
برشا على الكره لين. اسلام ما حقونا يبحث على الحلول، اسلام حقونا يمرر جاسر بن حسين فوق الجميع، لا يمرر زميله على الجناح واتصف يخفق اللاعب فادي عبد السلام في تسجيل الكره. الميريت يرجع للحارس ياسر الصيادي موجود في كل الكرات قاعد يقدم في مباراه كبيره. نرجع الهجمه الان البعث الرياضي بابن خيار، علاء الدين عماره يحاول التمرير، لا يمرر زميله ضياء سالم، ضياء سالم ياخذ على اللعب الدائره ممتازه التمريره، الحكم يحتسب 9 امتار. وقت مستقطع يطلب مدرب البعث الرياضي بابن خيار قبل 8 دقائق من نهايه المباراه، والنتيجه 26-24 كما قاعدين نشاهدوا امامنا. وقت مستقطع يطلب مدرب البعث الرياضي بابن خيار. ترجع الكرة، ترجع الكرة للعب من جديد، رمية 9 امتار للبعث الرياضي لابن خيار، الحكم يرفع يده يعمل باللعب السلبي، الشتيوي يجرب حظه من بعيد والدفاع، يوسف الشتيوي يحاول المباغتة بعد ما الحكم رفع يده يعمل باللعب السلبي يلزم التصويب. 26-24 على مستوى الدائرة ويسجل، يسجل اللاعب رقم 8 أنور عياد تقريبا من زاوية مغلقة، ياخذ الكرة ويتمكن من تسجيل الهدف رقم 27. اسلام حقونا والحارس يتصدى، الحارس يتصدى. ارجع الكرة للبعث الرياضي بابن خيار قبل 7 دقائق من نهاية المباراة والنتيجة 27-24. ارجع الكرة هجمة مركزة، محمد امين زيد يحاول المرور يمرر لزميله يفتح الزاوية على مستوى الجناح وكورته خارجة الإطار، يفشل المرة هذه جاسر الصيادي في تسجيل الهدف رقم 28. ترجع الهجمة لمكارم المهدية، جاسر بن حسين يمرر، اسلام حقونا، ياسين بن سالم يخير التمرير، يرجع الكرة وليد بن سالم يحاول المرور، يلعب الكرة جاسر بن حسين، جاسر بن حسين يطلع يمر على مستوى الدائرة ياخذها مرة أولى، لكن الحكم يحتسب 9 امتار، 9 امتار لمكارم المهدية قبل 6 دقائق من نهاية المباراة مع 3 لابن خيار. ترجع الكرة اسلام حقونا يلعب الكرة ياسين بن سالم، اسلام حقونا يحاول التصويب، اسلام حقونا يربح 9 امتار، 9 امتار لمكارم المهدية. اسلام حقونا، اسلام حقونا كورته على العارضة، الحكم يحتسب 9 امتار، الحكم كان رفع يده يعلن باللعب السلبي. وليد بن سالم، اسلام حقونا يلزم التمرير، لكن استيمات كبيرة من جاسر الصيادي على مستوى الدفاع، اسلام حقونا يلزم التصويب، اسلام حقونا جاسر بن حسين وكورته لبرا، الحكم يحتسب خطأ ضد هجوم مكارم المهدية باش ترجع الآن
هجمة للبعث الرياضي بابن خيار قبل 6 دقائق من نهاية الوقت القانوني، والنتيجة 27-24 مع 3 للبعث الرياضي بابن خيار اللي قاعد يحافظ على الفارق في النتيجة، قاعد ياخذ يربح في الوقت على مستوى الهجوم. ترجع الكرة لمستوى الجناح، يفتح الزاوية ويسجل، يسجل اللاعب جاسر السيد. كنا تحدثنا على الأجنحة اللي قدموا إضافة كبيرة إلى جانب حارس المرمى اللي تصدى العديد الكرات في المقابل. هجوم مكارم المهدية قاعد يلقى في صعوبات كبيرة في اختراق الدفاع، خاصة بعد المحاصرة لوليد بن سالم. ترجع الكرة للعب، دخلنا الآن في الموني تايم، 24-28 ياسين بن سالم، والحارس يتصدى لكن الحكم يحتسب 9 أمتار، 9 أمتار لمكارم المهدية. وليد بن سالم الحكم يفيد يوم باللعب السلبي، وليد بن سالم والحارس يتصدى، الحكم يحتسب 7 أمتار واستبعاد دقيقتين ضد علاء الدين عمارة. الحكم يحتسب 7 أمتار، كان تفعل لاعب علاء الدين عمارة في الكرة الأخيرة، الحكم كان قريب من العملية ويعلن. وليد بن سالم في حوار مع الحارس في تنفيذ 7 أمتار، وليد بن سالم وينجح في تسجيل الهدف رقم 25، 25 مقابل 28 مع 3 للبعث الرياضي بابن خيار قبل 3 دقائق و50 ثانية من نهاية المباراة، 3 نقاط فارق. ترجع الهجمة للبعث الرياضي بابن خيار، هي سالم والهدف علاء الدين وزيد محمد أمين زيد، رغم النقص العددي فإنه يتمكن بالتسجيل. وليد بن سالم 9 أمتار، 9 أمتار لمكارم المهدية. تسعة وعشرين 25 مع 4 للبعث الرياضي بابن خيار اللي قاعد يحافظ على نفس الفارق. بن سالم ياسين والحارس، الحارس ياسر الصيادي رجل المباراة بامتياز، ممتاز الحارس ياسر الصيادي اللي قاعد يقدم في مباراة كبيرة، أعطيه إضافة لزملائه رغم النقص العددي فإنه قاعد يقدم في مباراة كبيرة. كنا تحدثنا على مستوى الحراسة في المقابل، نقطة استفهام كبيرة في حراسة مكارم المهدية. الحكم يوقف اللقاء لمسح أرضية الملعب، نلعب في 27 دقيقة لعب 43 ثانية، والنتيجة 29-25. تقريبا البعث الرياضي بابن خيار يسير رويدا رويدا نحو المرور لنهائي كأس تونس أواسط على مستوى الجناح، ويرفع الكرة بالحارس، يرفع الكرة بالحارس، استبعاد بدقيقتين، استبعاد بدقيقتين ضد اللاعب رقم 19 ياسر الصيادي صاحب الهدف الأخير. زوز استبعادات في صفوف البعث الرياضي بابن خيار، في المقابل المكارم يلعب بكل ملاعبيته، 30-25 قبل دقيقتين لعب. بن حسين يفتح الزاوية ويسجل، أو عفوا إسلام حقونة، إسلام حقونة يسجل الهدف رقم 26، 26 مقابل 30 قبل دقيقة،
الوقت مستقطع. هاو الحكم يوقف الحكم يوقف اللقاء. دقيقة و 36 ثانية على نهاية الوقت القانوني على نهاية المباراة، والنتيجة 30 مقابل 26. وعلى كرة الحكم يفعيد يعمل باللعب السلبي. زالت الهجمة للبعث الرياضي لابن خيار. زالت الكرة، الحكم يحتسب خطأ. خطأ للبعث الرياضي بابن خيار. الحكم يفعيد يعمل باللعب السلبي. يسدد الكرة على عارضة. على عارضة تصعيد الهجمة. وليد بن سالم. وليد بن سالم يمرر الإسلام حقونا على مستوى الجناح ويرفع الكرة بالخارج. 27 مقابل 30 قبل 60 ثانية من نهاية المباراة، مع ثلاثة للبعث الرياضي بابن خيار. ترجع الكرة. هجمة للبعث الرياضي بابن خيار. وقت مستقطع فني. يطلب مدرب البعث الرياضي بابن خيار قبل 38 ثانية من نهاية المباراة، والنتيجة 30 مقابل 27. للأمانة الأمور حسمت هنا في قاعة رشيد خوجة. البعث الرياضي بابن خيار يحسم الحوار لصالحه. 30 مقابل 27 قبل 40 ثانية من نهاية الوقت القانوني. المباراة أصبحت تسير في اتجاه واحد، تسير نحو انتصار البعث الرياضي بابن خيار. وكنا تحدثنا منذ البداية أنه نهائي قبل الأوان بين أعرق زوز مدارس المكارم المهدية والبعث الرياضي بابن خيار. نصف نهائي أوفى بوعوده من ناحية الفرجة، التشويق والإثارة. المباراة تلعبت على جزئيات بسيطة. إحقاقا للحق، الحارس ياسر الصيادي كان رجل المباراة دون منازع، كان قدم إضافة كبيرة. كذلك الميريت للأجنحة اللي قدموا مباراة ممتازة على مستوى الأجنحة، نسبة نجاح تقريبا 80%. كل الكرات تسجلت. ترجع الكرة للبعث الرياضي بابن خيار، والهدف الهدف رقم 31 عن طريق أنور عياد. 31 والحارس يتصدى. ممتاز أنور الصيادي رغم التقدم في النتيجة، أو ياسر الصيادي ينهي الأمور هنا في قاعة رشيد خوجة. 31 مقابل 27. نهائي باش يكون ربما باش يجمع جمعية الحمامات بالبعث الرياضي بابن خيار. عكس الهجمة وليد بن سالم. نهاية التوقيت، نهاية الوقت بانتصار البعث الرياضي بابن خيار بنتيجة 31 مقابل 27. ألف مبروك للبعث الرياضي بابن خيار. هارد لاك لمكارم المهدية. هذه هي كرة اليد. كنا تحدثنا أنه جزئيات بسيطة باش تحكم في اللقاء، ولا التركيز كان حاضر أكثر لملاعبية ابن خيار اللي حاولوا ما ارتكبوش عديد الأخطاء واستغلوا كل الهفوات وكل الكرات وتمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم فيما قاعدين نشاهدوا أمامنا. 31 مقابل 27، نصف نهائي ممتاز وممتاز للغاية من ناحية الفرجة، التشويق، الحضور الجماهيري. مباراة كانت الروح الرياضية حاضرة فيها بين زوز فرق كما قاعدين شاهدوا أمامنا. فرحة ملاعبية البعث الرياضي بابن خيار، كذلك غضب كبير من ملاعبية وحزن كبير على وجوه لاعبية مكارم المهدية. هذه هي كرة اليد. 60 دقيقة تبقى الروح الرياضية حاضرة، واللي يرتكب أقل هفوات هو اللي يفوز في المباراة. على كل مرة أخرى ألف مبروك للبعث الرياضي بابن خيار، وهارد لاك لمكارم المهدية في بقية الاستحقاقات. كان معكم لطفي الخضري في الوصف والتعليق على نصف نهائي كأس تونس أواسط بين مكارم المهدية وابن خيار. دمتم في رعاية الله وفي مواعيد رياضية أخرى.